طابق طابقين ثلاثة أربعة. تعالي هنا تقرب الوجه يجي بدي الرخام كل شيء قوي بسعره 40,000. تعالي حلو ديكور، تقدر تخلي عليه سندانة، تقدر تخلي تعافية، أي شيء كلش موديل حلو، خشب مو بلاستيك. وبيش اليوم العروض بل بدينا ويا الريش، ريش طبيعي هذا. خلي أعطيكم الأسعار، عندكم هذه سعرها 4,000، هذه سعرها 5,000، عندكم هذني الدبل أبو الريش الدبل على 7,000 دينار. موديلات حلوة، جاكم عيد ما تنظيف تفيدكم، كل أنواع نرتب لكم إياها، كميات خير من الله. حلوة أنتيكة حديد طبعا كلش مرتبة، تجي لونين، تجي هذا اللون واللون الأحمر، هذا موديلها وبيش سعرها 1,000 دينار اليوم. مكتبة خشب، عرض الخشب قوية كلش، موديلها حلو، قاعدتها حلوة، الألوان كلها موجودة، والسعر بيش 35,000 بس. حافظات الموديلات الجديدة طبعا، هذا كريستال وهذا أكريليك، فشي موديل حلو كلش حجمه كبير عملاق، باعوا لي اياه خبراته. بيش السعر اليوم ب 12,000 بس. واي رادوا من عندي عروض مال عيد جواد، بيش هاي 10,000، باعوا لي الجمال مالتها، باعوا لي الحجم خلالها وياها مال عيد. بيش العروض اليوم عرض العيد بيش 6,000، سويت لكم اياها 6,000 دينار اخر وجبه لحظه عليها. باشا مال خضراوات، مال جبن، مال اي شيء. شوفوا هاي سكين، هاي ثانية، شوفوا لي غير سكينة، 3, 4, 5, 6، وهاي وحدة جوا 7، وياها مكراش مكشارة همين. وكل هذا العرض بيش ب2,000 دينار بس، ب2,000 دينار اليوم عروضها، هذا كله كامل السيت ب2,000 دينار. قلنا موديلات كيك ويا الحافظة مالته، طبعا أول شيء هذا كريستال وهذا أكريليك ويا القبغ مالته، السعر بيش مالته 10,000 دينار بس، 10,000 دينار. اليوم جبنا لكم نشكة تكشب على الصندوق مال السيارة، طبعا هذا شوفوا لي لاصق تفتحوه وتلزقوه على الصندوق مال السيارة، طبعا هاي نشكة تنشد حار وبارد ورماش، تصير متغيرة مال الألوان على الصندوق مال السيارة، كلش حلوة تعطي جمالية للسيارة من ورا، وتفتح إشارة كاملة تصير مثل الشريط لد، كلش موديلها حلو. شوفوا لي سعرها القديم بيش 6,000 دينار، حاليا عرض عليها بيش ب3,000، صارت ب3,000 دينار. وفر عندنا رف مال دوش، هذا الرف ينشد على البوري مال دوش، مكان مال ليف هنا، مكان مال صابون، مال شامبوات. شوفوا لي ايش قد تركيبه سهل، مجرد تفتح هاي تخليه على الدوش وتسده، قفل على الدوش بعد، هذا جلاتيني يلزم على الدوش ما يتحرك ما ينزل ويصعد. ديله حلو ستيل، تجي خشب رجلين حديد، شيء مرتب. بيش السعر مالتها 15,000. هذه خلصنا معدة، شوفوا لي هاي تجي كاملة خشب، شيء كلش حلو راقي نقش من جوا. بيش سعرها؟ طبعا هذا خشب طبيعي ما يتأثر بالماء، 15,000. عندنا هذه ديزاينها كلش حلو، سعرها كانت 25، حاليا اليوم عليها عرض ب 18,000 صارت. وعندنا هذا الرف حلو، هم رف يصير بصف الميز، يصير اي شيء، تقدرون للمكياج، تصفية مطبخ، طبعا هذا ما يتاثر بالماء ابد، يجي طابقين، سعره 12,000، عليه عرض اليوم 10,000 دينار. لكم سيم مال التنظيف، بس تعالوا شوفوا لي اول شيء سيم مال التنظيف، يجي فرشه بي ويجي سيم طول تقريبا متر ونص. هذا شنو استخداماته؟ للمغاسل من تنسد، للحافات مال السياره، اكو فتحات بالسياره هاي تنظفها، خاصه لخروج الماء على مود يصير خياس بالسياره. طبعا هذا سبرينج حلقه بي على مود تشلب بي يفلت من عندك، وبيش سعره 1,000 دينار بس. جلكم شغلات حلوة وتفيد جماعة السيارات، عدة ما التصليح ما جامعة السيارة، هاي لا سمح الله تجيك حصوة على الجامعة غيرها، احنا نقول نافس ما السيارات، هاي الشفرة تجي وياها. شوفوا لي هذا هيك تجي العلبة سيت كامل، الشفرة والعدد واللزقات مال التصليح، يجي وياها 4 استخدامات، يعني 4 مرات تقدر تستخدمه، قطقة حلوة تجي وياه، والكتالوج مالته طريقة الاستخدام. وهذا العرض بيش اليوم 5,000 دينار بس، كان 10 صار 5,000 دينار. محضر الطعام، الحجم الصغير، شوفوا لي الشفرات مالتها هندر الحلو بيها، كل الشغلها سهل، تفيد الثوم والشغلات الصغيرة، وبيسعها بلف. مع الكاويات طبعا، شوفوا لي هواي موديلات كاويات، بس عندنا عرض خاص عليهم
شوفوا لي هذه من موديلاتهم الكاويات، ليش العرض مالتها ب 2000 دينار؟